تعالوا بقى نروح لصاحب القيمة والقامة، نتكلم عن أحد أساطير كرة القدم المصرية والعربية بل والعالمية، فنيا مهاريا وأخلاقيا. تعالوا نسمع كابتن محمود الخطيب قال إيه لكل اللعيبة أثناء الاحتفالية في مقر النادي بالجزيرة ونرجع نكمل كلامه. بكرة في بطولة جديدة، بكرة في حياة تانية، بكرة في ناس هتطالبكم ببطولات تانية. أنتوا تقدروا تعملوا ده، تقدروا تعملوا الكلام ده، ولو ما كنتوش تقدروا ما كناش إحنا هنقول لكم الكلام دوت. عشان كده رجالة مرة تانية ألف ألف مبروك، وأنا متأكد إن نوعية اللعيبة اللي موجودة دي عارفين قيمة النادي الأهلي وعارفين قدر النادي الأهلي وعارفين إزاي هيظبطوا نفسيهم إن نخلص خلاص من اليوم ده، يخلص بكرة يوم جديد، بكرة بطولة جديدة، بكرة أمل جديد، بكرة تاريخ جديد هيتكتب. وده بقت مسؤوليتكم وده قدركم. إسعاد جمهوركم ده اللي انتوا شفتوه في مصر، الكلام ده ما حصلش من سنين، البطولة دي غايبة من سنين. اللي شفتوه امبارح في كل محافظات مصر هو ده النادي الأهلي، هو ده النادي الأهلي، وهو ده مصدر السعادة. عشان كده انتوا مطالبين انك تسعدوا جمهوركم دايما، مطالبين بده وانتوا تقدروا تعملوا ده. وانا تاني بشكركم جدا، كمان مستر مسوماني وكل التيم بتاعه، عايز الحقيقه اقول لكم حاجه يمكن ما قلتهاش خالص قبل كده. لما فكرنا في مستر مسوماني اللجنه بتاع التخطيط، انا الحقيقه كنت مكلمه وعرضت الموضوع على اللجنه، فقلت له مهمه صعبه، كلنا بنشتغل مع بعض سواء جوه النادي ولا بره النادي، يعني في مثلا قيمة كبيرة موجودة كانت معانا زي كابتن طه اسماعيل. كابتن طه اسماعيل انا برضو بعد ما قعدت مع اللجنة ووصلنا للمفهوم ده، جبت كابتن طه وقعدت معاه وكلمت معاه، وكان برضو مرحب جدا بوجود مستر بيتسو موسوماني. لما كلمته قلت له الظروف صعبة وانت جاي في ظروف صعبة، انت تعرف لعيبة الاهلي كويس وتعرف لعيبة افريقيا كويس وتعرف الملاعب اللي في افريقيا كويس وتعرف الجو الافريقي كويس، ده كله بالنسبه لنا هيبقى هتسهل مهمتك، لكن المهمه صعبه جدا لان حجم النادي الاهلي كبير جدا وحاجه قيمه كبيره جدا، وداخل على نهايه الدوري وداخل على كمان ادوار نهائيه في بطوله افريقيا. الرد الاولاني منه طمني، قال لي يا كابتن انا جاي وعارف ده، وانا جاي عشان البطوله دي بالظبط كده، قال لي انا جاي عشان البطوله ديت وجاي عشان كاس العالم للانديه، وانا ان نلعب نشتغل في النادي الاهلي ده بالنسبه لي انا عارف قيمه الاهلي كويس جدا. فانا بشكره لاخلاصه في عمله هو والاستاف بتاعه كله، اخلاصهم في العمل، وانهم بسرعه جدا اندمجوا وبقوا جزء من النادي الاهلي وبقى بيعرفوا يعني ايه حب النادي الاهلي، مش بس كلام، شغل. الناس بتشتغل زي ما اللعيبه بتشتغل، عشان كده انا بشكر اللعيبه جدا لانهم كلهم بيشتغلوا بحب، كل واحد فيهم بيشتغل بقيمه وبحب للنادي الاهلي وهو عارف هو موجود فين، موجود في اي مكان. النادي الاهلي هو بعد توفيق الله سبحانه وتعالى هو اللي بيصنع اللعيبه، مفيش لعيب بيصنع النادي الاهلي، هو اللي بيصنع اللعيبه، هو اللي فضله على كل اللعيبه. من يوم ما اتنشا النادي الاهلي لغايه النهارده من 1907 اي اسم شهره السبب فيه النادي الاهلي، مش انا بطل الابطال، لا، النادي الاهلي. اي واحد مش في النادي الاهلي ما اعتقدش انه ممكن يصل لهذا الامر. مستر فايلر مدير الفني السابق ودوره في بطوله افريقيا وبطوله الدوري العام، ألف مبروك يا رجالة، بكرة يوم جديد، بكرة يوم جديد وتاريخ جديد هيتكتب. ربنا يوفقكم بإذن الله ووفقنا جميعا لخدمة جماهير وأعضاء النادي الأهلي، بشكركم جدا.
عجبتني جدا، ما حدش له فضل على النادي الاهلي طبعا. النادي هو اللي فضله على الجميع، كلمه كابتن محمود الخطيب. اعتقد كلنا بنتفق في هذه الجمله يعني او هذا المعنى، ما فيش فعلا حد بيصنع النادي الاهلي، كل الناس بتتمنى ان هي تكون داخل هذا الكيان او تنتمي لهذا الكيان. يمكن كل الابطال اللي كانوا معانا بيقول لك كفايه اسم النادي الاهلي ان انا اكون بلعب في النادي الاهلي، فده اضافه كبيره جدا. حتى لو انت بعد كده عايز تروح حته تانية او تحترف، بس كون ان النادي الاهلي عندك في السي في ده موضوع اعتقد حلم الناس كتيره جدا. فمره تانية مبروك لينا كلنا، فرحه كانت جميله جدا، نمنا كلنا مبسوطين الحمد لله، كلنا كنا بنبارك لبعض. انا جالي يا كريم والله ما لا يقل عن مثلا 15 مكالمه من ناس اصدقاء ومعارف وغيره بيباركوا لنا، كلهم عارفين قد ايه احنا يعني كنا نتمنى الفوز. حتى والله كان في ناس زملكاويه بتبارك لنا حقيقي بجد والله العظيم، اصدقاء لينا. فالناس كلها كانت مبسوطه الحمد لله ان احنا فعلا كنا قد يعني التحدي زي ما بتقول وزي ما بنقول. وفي نفس الوقت ايه برده هرجع كده تاني واقول ده كان متوقع بالنسبه لنا، يعني انا ما كنتش مش متوقعه مثلا كان عندي قلق، في ناس كان عندها قلق، بس انا كنت من الناس الحمد لله واثقه ان احنا يعني هنفوز باذن الله.